السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا في مجمع توكي في قلب بورصة، في هذا المبنى في الدور 16 في شقة 4 غرف وصالون ومطبخ وبلكونات وخدمات. نطلع نتفرج. بسم الله. هذا مدخل العمارة، فيها 4 مصاعد ودرجين طوارئ. نطلع نشوف فوق. ندخل الشقة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه صالة المدخل، تقريبا مساحتها 3×3 تقريبا. وعلى يسار الداخل مطبخ، تقريبا مساحته 5×2.5، وملحق فيه بلكونة، طبعا مع الدواليب، ملحق فيه بلكونة لها إطلالة على شمال بورصة. بلكونة مساحتها تقريبا 2×2.5، وعندنا ضيفة هنا أنجبت فقست إحدى بيضاتها. على يمين المدخل في حمام صغير للضيوف. بعد المطبخ مباشرة في صالون كبير، بسم الله ما شاء الله، لا تقل مساحته عن 5×7 أمتار، مع نافذة كبيرة جدا وإطلالة رائعة على مدينة بورصة. احنا في الدور 16 زي ما ذكرنا لكم. نستمر في الدخول، فيه موزع كبير ممكن يستفاد من هذه المساحة، دولاب كبير جدا استيعاب كافة مستلزمات المنزل. وعلى اليمين في حمام، ما في كهرباء، حمام كبير واسع، مروش ومرحاض ومغسلة وغسالة ملابس. بعد الحمام مباشرة غرفة نوم رئيسية، مساحتها جيدة وملحق فيها موزع، هذا حيكون موزع الملابس، وحمام متكامل ملحق بغرفة النوم الرئيسية، ومعها أيضا بلكونة بإطلالة على شمال بورصة. أيضا هنا غرفة أخرى بجوار غرفة النوم الرئيسية. هنا صالة في صدر البيت، مساحتها تقريبا 4×5، ولها نافذة كبيرة وإطلالة على المجمع وعلى شمال بورصة. هنا أيضا غرفة يعني عندنا 3 غرف وصالتين. هذه الصالة بالإمكان أن يعني يستفاد منها غرفة رابعة، تكون من أجمل الغرف في البيت. المساحة الإجمالية لهذه الشقة تقريبا 165 متر صافي، والسعر المطلوب 330 ألف. ما شاء الله، التوفيق للجميع.